انا عندي يونت صغير في صادق ويست هنا في بيفرلي هيلز، وكنت محتار الاقي شركه تطلب لي الشقه دي لغايه ما ربنا يعني اكرمني وقابلت فور كورنرز. فور كورنرز عايزه اشكركم بصراحه، انتوا كنتوا من افضل واكثر الشركات اللي انا تعاملت معاها احتراما واحترافا. انا مبسوطه بالتعامل مع شركه فور كورنرز والناس عملوا ايه، ان شاء الله جميل جدا من اول ما كان تصميم لحد ما استلم. فور كورنرز اساعدتني ان انا عايش في مكان جميل ولذيذ في وقت قليل قوي في الساحل. الشباب خدوا الشقه في اقل من 3 شهور، عملوا منها يعني شقه الاحلام بالنسبه لي، وانا في منتهى السعاده بالكواليتي والاوتبوت اللي احنا خدناه. احنا عدينا معاهم بثلاث مراحل. اول مرحله كانت مرحله ال 2D، طبعا انا الجهاز الفني عندهم احسن من الناس اللي صمموا اليونت، لان هم اقترحوا حاجات في المباني، هدوا حيطان وعملوا حيطان جديده، بقت الشقه اوسع واحلى من التصميم اللي احنا استلمنا بيه اليونت. فبعد ما خلصنا مرحله ال 2D جت مرحله ال 3D، شفنا فيها تصور للشقه بعد ما تتشطب هيبقى شكلها ايه. واحنا دايما ببقى انا معتمد او معتقد ان الواقع هيبقى ايه يعني اوحش من الصوره بشويه، ولكن احنا بعد ما استلمنا الشقه يعني الحمد لله كان الواقع احسن من الصوره، والتسليم كان اجمل من التصورات المبدئيه. وبشكرهم. انا كمان في منتهى السعاده والفخر اني عرفت اتعامل معاكم، وفرحانه قوي ان في شباب مصري عندهم الطريقه دي في التعامل ومنتهى الاحترام ومنتهى الاحتراف. ان شاء الله اشوفكم احسن من كده، ودايما ناجحين ودايما موفقين، لانكم بجد تستاهلوا اكتر من كده كمان. فور كورنرز انا بحبكم قوي. ان شاء الله دايما شركه موفقه، وشكرا لفور كورنرز، والتوفيق دايما يعملوا حاجات عاجبه معاكم. ازاي ناس مؤدبه، ازاي ديزاين حلو، ازاي كل حاجه بتمشي بسرعه وبسهوله وزي ما انا عايز بالظبط واكتر. فور كورنرز احسن شركه تشطيب في جمهوريه مصر العربيه. اي حد بيفكر ان هو يشطب شقه او فيلا او اي حاجه، اي ريكومند فور كورنرز. توكل على الله وان شاء الله يو نوت جوينت تو بي ديسابوينتد. شكرا ليك يا فور كورنرز، وان شاء الله هشتغل معاكم في اي حاجه ثانيه. You'll find Four Corners Egypt to be beyond your expectations in buying stage, interior design, and quality. Four Corners Egypt is the best in the business.